اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إزيكم حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب وفتم صحة. طبعا يا جماعة، طلبتوا مني بقى إن أنا أصور لكم البيت اللي أنا قاعدة فيه في الشرقية. طبعا ده أكل عيشي، فطبعا قلت كده أصوره لكم بقى. بس بالله عليكم بقى، مستنية بقى التعليقات الحلوة بتاعت حضراتكم والتعليقات اللي بتحفزني. ربنا يا رب يبارك في حضراتكم. طبعا يا جماعة، البيت ده مبني من زمان جدا زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعة، بصوا البيت. طبعا انا قعدت هنا في البيت ده 9 سنين، لغاية بقى لما زي ما حضراتكم شايفين كده السقف نشع مية من الحمام، يعني كان قايل للسقوط طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا البيت. طبعا حضراتكم بقى قلتولي كده صوري لنا البيت اللي انت قاعده فيه، فقلت بقى اصوره لكم. طبعا يا جماعه، انا قعدت هنا 9 سنين بالظبط. طبعا اكل عيشنا الحمد لله، اللهم لك الحمد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعه، ولا عندي بقى مطبخ ولا عندي مطبقيه ولا في اي حاجه. بصوا طبعا الارضيه زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا قعدت هنا بالظبط 9 سنين في البيت دوت. وبعدين طبعا بقى لما خلاص بقى البيت بقى، بصوا زي ما حضراتكم شايفين الحيطان عامله ازاي. بصوا بصوا بطريقه الحديد اللي فوق باين. فطبعا اضطرينا بقى ان احنا نطلع فوق. بس طبعا اخذ الصبر طبعا، الحمد لله اللهم لك الحمد. تعالوا بقى يا جماعه اوريلكم الاوضه اللي انا كنت بنام فيها انا واولادي. بسم الله. بصوا يا جماعه، دي طبعا منظر الاوضه. بصوا السرير طبعا، والله ونعمه وفضل الحمد لله اللهم لك الحمد طبعا. بس طبعا بقى طلعت انا كده الشقه الفوقانيه. دي كده عشره الشقه دي، عشره 9 سنين زي ما حضراتكم شايفين. بصوا البلاط، وبصوا المنظر يا جماعه، الحيطه عامله ازاي. تعالوا بقى نطلع بره كده. طبعا الاوضه دي خارجه من البيت. دي كده اوضه المكتب بتاعت جوزي، وهنا طبعا تحت العنبه كده، دي نظام براندة كده اهي، كنا طبعا بنفرش بقى فيها حصر وبنقعد فيها وانا قاعدة هنا في البيت. بصوا يا جماعة، طبعا الحمد لله والله العظيم نعمة وفضل طبعا اللهم لك الحمد. الحمد لله راضية باللي ربنا قسمهولي. وطبعا دي عنبة اهي. بس بصوا يا جماعة المنظر، بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي. طبعا حضراتكم بقى اللي طلبتوا مني ان انا اصور لكم بقى الفيديو دون، ويا رب كده ينول اعجابكم. وما تنسانيش بقى في اللايكات والاشتراكات الحلوه بتاعت حضراتكم، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. طبعا دي البراندة، قعدت بقى زي ما بقول لكم كده هنا 9 سنين لغايه بقى لما ربنا كرمني كده. وطبعا طلبنا بقى منهم ان احنا نطلع فوق، لان بقى بصوا الارضيه نفسها عملت ازاي يا جماعه. بصوا طبعا البيت ده يا جماعه مبني بقاله قرن. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده البيت. فطبعا الحمد لله اللهم لك الحمد، ان الله مع الصابرين. وتسلموا لي يا حبايبي، وربنا يا رب بيديمكم نعمه في حياتي اللهم امين. ويخليكم ليا. ان شاء الله بقى ننتظر بقى الفيديو اللي جاي، هوري لكم بقى طبعا البيت اللي نقلت فيه. طبعا ان الله مع الصابرين والحمد لله. وتسلموا لي وربنا يبارك لي فيكم اللهم امين يا رب. ويديمكم نعمه في حياتي اللهم امين.
مستنياكم بقى، مستنيه بقى اللايكات والاشتراكات الحلوه، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، وتسلموا لي حبايبي. سلام عليكم.